الأستاذ يوسف الزرقاوي، رئيس جمعية المحامين الشباب الدار البيضاء وعضو المكتب الفيدرالي لجمعية المحامين الشباب بالمغرب. نخوض اليوم هذا الشكل الاحتجاجي الذي هو عبارة عن اعتصام داخل محكمة استئناف الدار البيضاء وإضراب عن الطعام، مدته انطلقت اليوم الخميس على الساعة 10 صباحا وسوف تمتد إلى يوم الجمعة 10 ليلا. نعبر منه أو من خلاله عن رفضنا واحتجاجنا عن مسودة أو مشروع قانون المالية ل 2023، تلك المقتضيات الضريبية المجحفة في حق المواطن من الدرجة الأولى والمجحفة في حق مهنة المحاماة. الآن من خلال هذا الشكل الاحتجاجي تنقل لنا المواطنين كافة أن المحامي لا يدافع عنكم خلال الملفات والقضايا داخل قاعات المحاكم، ولكن الآن المحامي والمحامية يدافعون عن المواطن للحد من القوانين التي تستهدف المواطنين بشكل مباشر. هذه المقتضيات الضريبية تحد من مولوج المواطن البسيط والمواطن الفقير إلى القضاء. سيصعب إذا تم تمريرها على المواطن البسيط اللجوء إلى القضاء، لأن هناك أداء مسبق للضريبة من طرف المحامي، مما يعني أن المحامي ينبغي أن يستخلص مبالغ كبيرة جدا، وفي ملفات التي كان من المفروض أو في كثير من الأحيان ينوب فيها المحامي بشكل تطوعي، بشكل إنساني، بشكل اجتماعي. تلك المقتضيات التي خرقت مقتضيات الفصل 39 من الدستور والمتعلقة بمبدأ العدالة الضريبية ومبدأ المساواة أمام الضريبة. عندما نقول خرقت مبدأ المساواة لأنها استهدفت مهنة المحاماة دون باقي المهن، وهذا أمر غير مقبول من الناحية التشريعية الضريبية. مسألة أخرى هو أنه لم تتم مراعاة وضعية الملزم أو المكلف الضريبي. عندما نقول عدم مراعاة وضعية الملزم المكلف الضريبي هو في عدم مراعاة لدور المحامي ومهامه داخل المجتمع. المحامي له أدوار إنسانية في كثير من الملفات، له أدوار حقوقية في كثير من الملفات. ننوب ونؤازر في قضايا الصحافة بشكل تطوعي، ننوب ونؤازر النساء المعنفات بشكل تطوعي، ننوب في مجموعة ملفات النفقة بشكل تطوعي وإنساني، وقس على ذلك. كيف يعقل ربط اللجوء إلى القضاء بالأداء المسبق للضريبة؟ هذا أمر غير موجود في مختلف التشريعات المقارنة، وأعتقد أو هو السبب الأساسي الذي جعل تلك المقتضيات معيبة بهذا الشكل هو عدم إشراك المحامون في إخراج تلك المقتضيات، بحيث صيغت بشكل انفرادي وأحادي بعيدا كل البعد عن المنهج التشاركي. لأن المشرع الضريبي يجهل من طبيعته، أنه يجهل طبيعة مهنة المحاماة وشكل مهنة المحاماة ومهام المحامي، ولا يمكن له أن يشرع للمهنة المحاماة إلا بحضور من أصحابها أو من يمثلها من خلال السادة النقباء. مسألة أخرى وهي غاية الخطورة هو الرفع من الضريبة على القيمة المضافة، تم الرفع منها من 10% الحالية إلى 20%. تساؤل المطروح، أية قيمة مضافة تحقق للمرأة المطلقة؟ أية قيمة مضافة تحقق للشخص المحكوم عليه بالسجن أو الحبس؟ أية قيمة مضافة لضحية حادثة الشغل وضحية حادثة السير؟ أية قيمة مضافة للمرأة في ملف النفقة؟ والعدد كثير من الحالات. إذا كان الأطباء تم إعفاؤهم من الضريبة على القيمة المضافة فينبغي القياس على ذلك في مهنة المحاماة، لأن الضريبة على القيمة المضافة يؤديها المواطن، المعني بها المواطن. بالتالي أنا الآن في ظل هذه المقتضيات كأنني ألزم المرأة المعنفة بأداء نسبة الضريبة على القيمة المضافة 20%، وألزم المرأة التي تطالب بالنفقة بأداء ضريبة القيمة المضافة 20%، وقس على ذلك، وهو أمر غير مستساغ. الآن احنا في مرحلة حرجة وينبغي المواطن أن يعي بخطورة الأمر. تم استهدافه من خلال ارتفاع الأسعار، وتم استهدافه من خلال غلاء المعيشة، والآن يتم استهداف المواطن عبر المحامي. لا يعتقد المواطن أن المحامي اليوم يدافع عن نفسه، المحامي يدافع عنك أولا أنت أيها المواطن، حتى لا تصطدم في الأيام القليلة المقبلة بأن المحامي يطالبك بمبالغ وتعتبرها أنها تعود له في حين أنها تعود لخزينة الدولة. شكرا.
السابقه من نوعها والاضراب على الطعام اليوم تكلمنا عليه والمده اللي غتبقى المده هذا كشكل مجرد انذاري. الان خدينا مده الانذار على الطعام والاعتصام والاضراب على الطعام مده الخميس والجمعه الى غايه العشر ليلا، هذا مجرد احتجاج انذاري يمكن ان يعرف تطورا اذا لم تستجب الجهات المعنيه و تجلس على مائدة وطاولة الحوار مع الممثلين ديالنا اللي هم السادة النقباء للخروج إلى حل في مصلحة العدالة وفي مصلحة المواطن. هذا هو الحلول اللي تنناشدوا بها.